بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. عندي إن شاء الله اليوم طريقة عمل السفوف، طريقة سهلة وبسيطة ومظبوطة إن شاء الله. عندي هون الكاسة المعيارية، عندي اللي بتستعملها أنتوا، أي كاسة البيت بتستعملوها. عندي هون كاستين من الطحين، الطحين متعدد الاستعمالات. بسم الله الرحمن الرحيم، بدي أحط معه هون. أنا عندي هون من البيكنج باودر 2 باكيتين أو معلقتين طعام، بدي احط كمان معهم واحد من الفانيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، رشة ملح، رشة ملح، كاسة من السميد الناعم، من السكر احط كاسة ونص، اذا بتحبوها حلوة كتير بتحطوا كاستين. طبعا هذا بيرجع لكم اذا بتحبوا الحلل كتير. خلط المقادير عم ناشف كلها. طبعا انا هيك اول ما بلشت اشتغل حطيت ولعت الفرن، حميته على اساس انا اول ما اشتغل دائما بحط الفرن. هلا حطيته على 180 درجه، وبدي احط هلا عندي كاسه من الزيت. بسم الله، قبل ما كاسه الزيت عندي معلقه كبيره من الكركم، هي عندي معلقه صغيره من الكركم. حلتهم كلهم منيح مع بعض. طبعا هذا للون، معلقه صغيره بتحب اللون اكثر تحطوا معلقه ونص. الكركم او العصفور اللي بنقول عنه اي باي لغه. بعد ما حركت الكركم هلا بدي احط عندي كاسه من الزيت، وبدي احط كاسه من الحليب السائل. هاي كاسه ما في حليب سائل، ممكن تحطوا كاسه مي، بتحطوا عليها معلقتين حليب بودر. هاي شايفين، بدي احط هلا كمان، ممكن تحطوا مي بدل الحليب. بسم الله، هلا بدي احط كمان كاسه مي مع كاسة، يعني كاسة زيت، كاسة مي، كاسة حليب، ممكن تحطوا كاسين حليب، هذا بيرجع لكم. بدي احركهم كلهم منيح. شايفين اللون، بتحبوا تضعفوا اللون هذا بيرجع لكم. بسم الله، شايفين هاي القوام اللي عندي صار. عندي هون قالب انا دهنته بشوية من الطحين والزيت، وبدي احطه في قلبه. هاي القالب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بيرجع لكم اي نوع انتو بالبيت متوفر، اي صينية اصغر حجم. انا بحبيت احطها بقالب الجاتو اللي عندي، اي صينية متوفرة بتحطوها. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا القالب عندي بحجم يعني عائلي كبير. عندي هون من اللوز المبشور، بدي احطه على الوجه او سنوبر، اي نوع متوفر. ما في هذا بيرجع لكم باي زينه بتحطوها. بسم الله، مثل ما قلت حطهم بالفرن محمى. عندي اول ما بلشت اشتغل بحمل الفرن على 180 درجه، وبنشوفهم لما بيطلعوا. هيها طلعت عندي، شايفين ساخنه وهي شكلها. طبعا اللون انا عندي مثل ما قلت، بتحب تغمقه تغمقه. بدي ادهن وجهها بالزبده، بتعطي لمعه، طبعا اختياري بس انا بفضل ندهنها تعطينا لمعة لما نيجي نقدمها. بسم الله الرحمن الرحيم، معلقة كبيرة من السمنة أو الزبدة. هلا نسيبها شوي تبرد وبنقطعها. هلا تسيبها شوي مثل ما قلت تبرد، هيك حواف. بسم الله الرحمن الرحيم، طلعها. بديش اقول لكم ريحتها كتير كتير بتشهي. هلا بدنا نقص منها شقف ونشوف كيف. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انا يعني سبتها شوي بس تبرد، المفروض اسيبها اكتر اساس نقدر نقطعها منيح. وهيك هيك مع الفستق اللي حاطينه فوق. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الافضل نسيبها تبرد تماما. بسم الله، يعني انا قطعتها بس وهي ساخنه، يعني الافضل نسيبها تبرد. هي طلع لنا هلا شقفه، يعني شايفين وهي مستويه تماما، بس عشان قطعناها وهي ساخنة نشوف هلا نطلع شقفة.
هلا بدي احاول اطلع شقفه ونشوف. شايفين لسه ساخن مثل ما قلت لكم، شايفين شكلها وريحتها كتير بتشهي. هاي شايفين اللون، ان شاء الله بتعجبكم الطريقه وبتجربوها. واذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من لايك وشير. بنلاقيكم فيديو تاني وبأمان الله.